كانت الصدمة الكبرى هي منتخب قطر مستواهم قبل قبل فترة، يعني بعد دور المجموعات أحد الأشخاص كتب قال منتخب قطر هو الوحيد اللي يدرب نفسه راح يلعب كأس العالم من قبل 12 سنة. صح. ومع هذا ظهر بهذا المستوى، يعني كان المفروض أنه من خلال التخطيط اللي شفناه والمشاركة ببطولة كوبا أمريكا والبطولات الأخرى والمعسكرات والمعايشات وغيرها كان تعرف شنو مشكلة أستاذ علي؟ بديل ما عندهم، فقط 11 لاعب سوبر وخلص. لا هي أكبر المشكله خطأ. الفريق ما عنده دكه، الاستناد هذا الفريق مصعيه معناها صوت المدرب. لا هم اللي انت مشتغل على فريق اعداد طابي كاس العالم عندك بديل. طبعا هذا الكلام يعني انا بديل قصدك بنفس الجوده، هو يعني جوزوه بنظره واضح اي، بس احنا بديل بنفس الجوده تبحث غير. احنا هسه كنا رياضيين ونتابع قطر ب 2018 لهسه يلعبون المعز وعفيف وكريم والهيدوس، ما يلعبون غيرهم. فالفريق اللي ما عنده دكه جيده ما يقدر ينافس، ما يقدر يوصل بعيد. لا ايضا الضغوط كانت اكبر اي واحد أكبر طبعا اكيد يعني اكثر، يعني الجمهور وياهم، الجمهور كان ضغطه كلش قوي. زين نزل متخوف بعيدا عن المغرب استثنيهم، منو اللي عجبك من المنتخبات العربيه؟ تونس، قطر، سعودي. قطر ما يعني قدموا المعالي هذا الامكانيات. انا يعني كاشوف المنتخب السعودي السعودي يعني أدى، كان أسلوب هجوم حلو، أسلوب تكتيكي حلو، يعني قدر يوصل للشسمة، بالإضافة إلى حارسهم يعني أيضا مبدع. هم شكلوا فتشي يعني خاصة بالمباراة